رجعنا لكم مشاهدينا، مرحبا بكل اللي التحق بنا اكيد مباشره على قناه الزيتونه الفضائيه 56644 صفر 11. هذا رقم تليفونه بطبيعه تطلبونا وتطلبوا الاستشارات معنا في المباشر في فقره الصحه لليوم. اليوم كما قلنا باش نحكيو على التعامل مع مشاكل الاطفال والطعام الصغار اللي ما ياكلوش ولا ما يحبوش ياكلوا، شنو هو الاسباب، كيفاش نجمو نصرفوا معاهم، شنو هو الوصفات اللازمه باش كما نقولوا رغبوا صغارنا في الماكله، خاصه انه هما في العمر هذاك يعني يستحقوا للطاقه ويستحقوا للانرجي، يستحقوا للتغذيه السليمه. هذا الكل اكثر باش نحكيوه مع ضيفتنا الدكتوره مريم توكابري، اخصائيه في التغذيه. مرحبا بك دكتوره. عايشك مرحبا. شو احوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. دونك دكتوره، كما قلنا صغار اللي يرفضوا الماكله، الطفل العنيد، الطفل انا نعرف شكون على فكره قبل كان يعني ياكل كان بحذلابيب، والا كان شي تحط له فيديو صغير مثلا في كوميك ولا حاجه. أي. الظاهره هذه اكيد موجوده عند برشا عائلات. شنو هو اسباب اهم اسباب اللي رفض صغير للماكله؟ انا كان نحكي لك طمعت في الوف نحكي لك تحيه بليل الوالده تحيه لعائلتي طمعت نحكي لك كيفاش هي حاجه راهي ما تخوفش موجوده عند برشا صغار. الاسباب تختلف، معناتها نلقاوها عند الصغير اللي يبدا عمره بين 16 شهر والعام، ينجم يكون المطعم ما يعجبوش، تنجم تكون فتره نمو نتاع السنين لابوسي دونتيغ اللي تخليه يرفض الماكله، يرفض حتى الحليب ساعات، تنجم تكون طريقه التنويع الغذائي ما صارتش كيف ما يلزم من الاول، دونك ستانس بمطعم الحلو ولا ستانس بمطعم معين ما يحبش يبدل. من بعد نلقاو فما اسباب اخرى فوق العام حتى 3 سنين، وقت الصغير يولي يحب يفرض شخصيته. يولي معناتها الرفض نتاع الماكله هذيك يحب يعادي به ميساج، يعني معناتها راني سلوكي اكثر منه بالضبط اكثر طبيعي. منه طبيعي وديما راهو نحب نطمن الامهات اللي يتفرجوا فينا اللي راهو هي حاجه ما تخوفش. علاش؟ على خاطر الصغير عمره ما يخلي روحه جيعان، معناتها هكا ولا هكا باش ياكل، خاطر هذيك الفطره هذيك الطبيعه نتاع العبد، معناتها مش كيما الانسان الكبير. دونك ديما الصغير راهو كي باش يرفض الماكله والا باش ياكل كميه صغيره نلقاو برشا امهات خاطر تحب توكل صغيرها بالعين، معناتها تغزو هي تحب تعبي له صحفه كبيره تحب تكمل هيلو هو ياكل، معناتها كيما نقولوا 3 مغارف 4 مغارف ومن بعد يرفض. هي تتغشش تقول لا ولدي ماهوش قاعد ياكل كيف ما يلزم، نشوف فيه ماهوش طويل ماهوش بصحته، راهو فما معناتها ان كورب نجموا نتبعوها باش نعرفوا الصغير اسكو بالحق ناقص والا لا، معناتها ساعات الرفض. حل ردعي دكتوره حل ردعي حل ردعي ردعي توز رجعت فيه حل هو واحد اذا كان وصل 3 سنين ديجا يفا كومونسي ابو الوقت سا فيرمي هاك ولا اي بيان سور يحب يوري شخصيته يحب هذاك هو يوري معناتها الصغير شنو يحب ولا مش يبدا يجرب في حاجات مثلا يرفض حاجات ويطلب حاجات وكذا ما فما حتى ولد صغير مات بالشر وهو عنده الماكلة بالضبط هذا هو اللي حبيت نقوله ولد الاولياء الكل ما يحبش ياكل ما تاكلش حتى واحد يدور ما تاكلش خليه يدور يدور يقول لك قاعد هو حالة توقع اخرى ماذا بينا ما نعملوهمش كيما هما يتعاملوا، معناتها اذا كان هو يرفض الماكله ما نخليوهوش معناتها دون سون كوان نقولوا له ما عينكش باش تاكل ايام ما تاكلش، فما توقع اخرى سيغتو ما نحبش الامهات يوليو يمارسوا العنف والا تغصب على صغيرها بالضبط، خاطر فما برشا امهات تولي معناتها على اعصابها تحب تغصب عليه تقول لك لا ما يهمنيش الطريقه ليسونسييل يعبي كرشه ويفطر والا يتعشى ويتغذى سيغتو، دونك لهنا راهو الاسباب لازمنا معناتها نراعيوها خاصه في العمر الصغير اللي قبل العام والعام ونص، راهو الصغير ماهوش يعمل بالعاني وقتها فما حاجه مقلقته، نجم تكون ديكوليك الصغير اللي عنده برشا غازات راهو يولي يرفض الماكله خاطر معناتها باش يتقلق اوتوماتيكمون، دونك نحاولوا معناتها نلقاو حل نعالجوا السبب باش نجموا نقدموا نجموا نعطيوا للصغير معناتها اريحيه في الماكله نتاعو. يكون ينجم يقبل الماكله، ما تنجمش مثلا يكون من الاسباب من نوع ما حساسيه من اكله معينه تنجم الحساسيه تظهر في معناتها في عمر صغير؟ بالطبيعه هي الحساسيه اكثر حاجه نخافوا منها وقت نعملوا التنويع الغذائي للصغير، هذاك علاش ديما ننصحوا معناتها فما يعني يونيني ديريكتيف لازم نتبعوها ما نختاروش شنو نحبوا احنا ولا نقولوا لا ولدنا والله يحبك الحاجه هذيك اعطيتها له، خاطر راهو اللي تري امبورتون باش نتبعوا كيفاش نعملوا التنويع الغذائي باش نتفاداو الحساسيه من ناحيه، راهي الحساسيه عمرها ما كانت سبب نتاع رفض الصغار للماكله، هو صغير كي بشكل حاجه تقلقوا ولا باش تعمل له حساسيه معناتها حساسيه تنجم تكون معناتها في الجهاز الهضمي يا اما معناتها تقيؤ والا معناتها ارتجاع للماكله والا تنجم تكون في اليد مثلا في الجلد نشوفه بالضبط، دونك هوني الصغيره هو وقتها باش ينجم يقعد ياكل منها الحاجه هذيك، الحاجات اللي نخافوا منها مون جينيرال معناتها قبل العام اللي هما الغله الحمراء كيما الفخيز الفاكيا الغلال البحر، هذوما 3 حاجات اللي ديما ماذا بينا نوخروا نجنبوهم شويه اي نخليوهم معناتها بعد العام وقت اللي الجهاز المناعي نتاعو اكتمل، وقت اللي خاصه الجهاز الهضمي نتاعو اكتمل، دونك وقتها نجموا ندخلوهم هذوما بشويه بشويه. ممتاز جدا. هنا كيفاش دكتوره نعملوا باش صغيرنا ما يوصلش يعني يرفض الماكله؟ فما طرق معينه كما قلت انت ذكرت قبيله العنف لا
شنو حاجه اللي تعوض العنف؟ معناتها نجموا نقبلوا انه نخليوا له فيديو بحذاه والا نغنيوا له ولا نعملوا لك طياره هذيك. اي والله هما كلهم هذوما طرق ناجعه ومعناتها افيكاس على خاطر معناتها هوني سورتو نحب نعطي فكره على الامهات اللي جايهم الوقت هذايا معناتها اللي توا البيبي نتاعها مازال ما وصلش لست اشهر وخايفه كيف يكبر يرفض. دونك هوني ماذا بينا التنويع الغذائي كنا حكينا فيه قبل راهو معناتها يصير في الست اشهر ماذا بينا ماهوش قبل. باهي في ست اشهر باش نبداو بالخضره بكميه صغيره ومش نبداو خضره بخضره معناتها ليجوم بار ليجوم مش باش نعطيوه البرود والكل مخلط مع بعض ونخليه صغير يتذوق ينجم اليوم رفض مثلا السفنيريا بعد بنهارين ثلاثه كي نعاود نعطيه يعاود يقبل خاطر هو وقتها حتى المذاق نتاعو قاعد يتكون هو بيدو مازال قاعد يفهم في روحه. دونك لهنا ما نعطيوش كل شيء مع بعض نبداو ديما بالخضره ومن بعد نعطيو الغله. فما امهات تبدا بالكومبوتس اول حاجه باش تعطيها لصغيرها تفاح مثلا ولا انزاس راهو مطعمها حلو ينجم بعد يرفض الخضره اللي هي الخضره نعرفوها مطعمها معناتها يكون اقل حلاوه وساعات معناتها ماهيش حلوه بالكل كيما السبناخ ولا كيما اللوبيا الخضراء ولا حاجات كيما هكا يرفضهم الصغير. دونك نبداو بالخضره اذا كان ما قبلش نحيوها ونعاودوا نرجعوها له بعد ايامات راهو قد ما نمشيو في معناتها الدماغش هذايا قد ما بعد الصغير يقبل اكثر الماكله. حاجه اخرى هو الصغير نابه برشا وفايق برشا معناتها كي يولي عمره في 8 شهور عام ماذا بينا ياكل معانا خاطر هو وقتها باش يولي لا ستركتور نتاعو باش ياخذ تونس نهار باش ياخذ عشاء باش ياخذ لومجات. دونك في تونس نهار والعشاء نقعدوه معانا باش يولي يقعد هو سبحان ربي معناتها الحاجات كلها تمشي مع بعضها طلوع السنين القعده نتاعو يولي نجم يحرك فمه اكثر باش يمضغ. دونك نحطوه معانا على الطاوله خاطر باش يغزر معناتها هو العائله كلها يلزمها ال سامبليك مش احنا باش ناكلوا ماناش معاه ومن بعد هو نفرضوا عليه هيا في ساعه كامله رانا مزروبين. الاكل معانا بالطبيعه مع العائله الكل يحس روحه فرد من هذيك العائله هو صغير بالطبيعه بالضبط باش تاكل انت تاكل الحم ولا حاجه والمريكي يحب ياكل الحاجه هذه هو هما صغار عنده أي. كل معاه البرود نتاعه وكل المريكي في تونس يقولوا لي عندك يعاندك سي صح اي هو يعاندي بالحق ولاقوا فما برشا زاد نلاحظها هذايا عند لي بارون لي جون بارون سورتو تلقاهم هما مش منظمين في الماكله نتاعهم ياكلوا دي ساندويتش بيتزات والا ياكلوا في الشارع ومن بعد يحبوا صغيرهم يطلعوه ياكل الحم وياكل الدجاج ماكله صحيه راهو الصغير باش يتعلم من العائله وفما وفما برشا عائلات بالضبط فما برشا عائلات شفتهم معناتها اللي هما دي جون بارون كيف جاي البيبي مع لاغيفي دو بيبي تحسهم تحسنوا في الماكله نتاعهم معناتها ولات العائله كلها تحافظ على ماكله صحيه وسليمه يدخلوا اكثر الخضره يشريوها في القضيه نتاعهم. هذا راهو عنصر مهم جدا باش الصغير يتنظم. انا نلاحظ اللي راهو الصغار في العمر هذا بين معناتها التنويع الغذائي اللي هو من 6 شهور حتى تجي لثلاث سنين قد ما تكون ماكلتهم منظمه وقد ما تكون غنيه خاطر هي الماكله علاش احنا نقولوا يلزم ياكل حاجات معناتها معينه سورتو الخضره والغله البروتيدات اللي نلقاوها في اللحم الدجاج العظم راهو يكون بدنه متغذي مليح يتفادى برشا امراض معناتها اللي تنجم تجي من الماكله وخاصه حاجه اللي نلقاوها عند الصغار اللي هي فقر الدم. فقر الدم راهو يعطي نقص الشهية معناتها ساعات الصغير يرفض باش ياكل والا ما عندوش شهية. على ذكر قبيله الملاحظه اللي عملتها قلت نخليوه الصغير ما نعطيهوش ما ياكلش راهو ساعات نجم يقعد نهار كامل ما ياكلش خاطر ما عندوش شهية ونجم يضر صحيح باش ياكل اما وقتاش باش ياكل باش ياكل وقت اللي سيجاع وتنجم تكون الماكله ماهيش متوازنه باش الصغار يحبوا مثلا ما قلنا البيضة كهو ولا يحبوا الفريت البطاطا وقتها تولي ماهيش متوازنه الماكله ما نجموش نعطيوها. القوله الشهيره بتاع امي ربي يفضلها لي ربي يحفظها الجوع يوكل الحجر على ذاك خوف ما شكون يدور في التراب يولي ياكل انا بحطك هذاك علاش معناتها احنا ما نوصلوش سامحني جوست نكمل ملاحظه ما نوصلوش نخليوه يجوع ومن بعد باش ياكل انا بحطك بالضبط. ثم حاجه اخرى عامل اخر مهم برشا مراه طيب برود ولدها هي كي تجي تذوق وتزعف اي ما بالك الوليد الصغير كيفاش باش ياكلوا اعرفوا كيفاش طيبوا لصغياراتكم والله ساعات يعملوا له برود ولونه ما يشبه لحد شيء وطعمته ما تشبه لحد شيء وريحته ما تشبه لحد شيء ويبدا غصب عليك كول كول غصب عليك هذه ماما غلط في كل شيء هذه بابا هذه بابي وهوني شنو المشكله اللي تصير تو نعلمكم كيفاش طيبوا شويه لصغاركم ان شاء الله حلو ياس جينا انا نعملوا برشا حصص ان شاء الله مع بعضنا كيفاش نطيبوا للصغيرات هذوما وياكلوا لي كومبوت كيفاش يطيبوا البيوري نتاع الكاروت كيفاش يطيبوا البطاطا كيفاش يطيبوا البرودو البوتاج في حد ذاته كيفاش ماهوش كان خضره بركه ومش اي خضره تركب على بعضها راه نجم تحط فيه زاده العدس نجم تحط فيه الكريم فريش خاطر مهم برشا اللاكتوز ومهم برشا معناها الماتير ليبيد الموجوده مثلا تو الجلبانه شركه بعدها الصوبيا اليوم مريقل اليوم هوني بالضبط حبيت نضيف ملاحظه على ذكر معناتها الماكله اللي تبدا ماهيش بنينه باش نساء كي تذوق وهي ما يعجبهاش باش تزيد الملح او هذا عموما ما كان حل
معناتها نخير وناكلوا ماء معناتها بالنسبه للصغير خاصه قبل العام ولا حتى قبل العام ونص. الملح ما نزيدوهوش للماكله على اساس انه يبنن، وهذاك احنا الكبار نحبوا المطعم البالح ويبنن، اما هو بالنسبه للصغير لا بالعكس معناتها يعني حتى كان ماشي بينا يقبلها. هي كان ماهيش بينا فما طرق نجموا معناتها دي روسيت مثلا، نجموا بالنسبه للخضره الصغار الكل اللي ما يحبوش الخضره نجموا نعملوا معناتها دي شيبس مثلا نتاع قاع اخضر نحطوهم في الفوق نعملهم شويه زيت، نجموا نزيدوا الحبق نزيدوا المعدنوس نفوحوا بالزيت بالثوم، يعني نجربوا كل مره حاجات اللي هي تتوالم مع الصغير وسيختو صحيه. نبعدوا على معناتها لي زيبيس اللي هما ينجموا يضروا المعده، الملح ماهوش بالضبط، الملح ماهوش منصوح به، السكر في الحاجات الحلوه مش منصوح بها، والفرينه برشا زاد، والفرينه زاد كيف كيف ماهوش بون. بالنسبه للصغير انا ديما نقول الفرينه ومعناتها لي فيكولون جينيرال النشويات راهي مهمه جدا باش نعطيوها للصغير على خاطر يعني عندهم برشا طاقه ويتحركوا برشا خاصه في العمر نتاع وقت اللي يولي يتعلم يمشي وكل شيء يحب يمس ويبدا ناشط. دونك لهنا نجموا حتى في لي جو نعملوا دي جو دو فروي مثلا كيما عصير الرمان نجموا نزيدوا شويه بيتخاف، اللون باش يقعد هو بيدو، البيتخاف نعرفوا اللي فيها برشا منافعه خاصه للكبده. دونك لهنا ما يفيقش بها الصغير برشا، بالعكس المطعم باش يجي حلو. كي باش تمدوا انت البيتخاف مقصوص والا اون كوب باش ياكلوا راهو ينجم ما يقبلوش. دونك نحاولوا ديما ندخلوا الخضره اون بيغي، نجموا نعملوا بها دي كيك دي مادلين يكون كيك مالح، والصغير في الوقت هذاك يولي يحب يتعلم يشد وياكل وحده. دونك قد ما تعطيه انت حاجه في يده باش ياكلها اللي هي باش تكون فيها الفرينه فيها زيت ماذا بيكون يكون زيت زيتون اذا كان امكن، الخضره اللي تكون مرحيه، اللحم نجموا نعملوه فيون داشي في طاجين. اي الصغار راهم يحبوا ياسر الحاجات اللي هي تكون شايحه ويشدها في يده اكثر من التوكيل بالمغرفه، هذا بيان سور في عمر معناتها فوق العام كي يولي ينجم يشد في يده ينجم يشد كل شيء. دونك يحب سامحني كي نعطس عليك اللي الزوز متر هذوما كبر بالبسيسه والدردوره مش اربع الماء. تبارك الله اي هذوما حاجات اي بيبرو بسيسه فوالا نعدي بيه نهار كامل متقلع اموري نجي نكور اللي عليك بيه تعب من اللي عمري 8 سنين هو مهم برشا باش نحاول الاكلات التقليديه نتاعنا كيما البسيسه كيما المسفوف كيما الدرع او هذوما حاجات مهمين برشا. نبعدوا برشا على سورتو نحب نقول ما تعطيني نعطيه هكا يشبع، فما برشا امهات تعطيه بسكوي باغ اكزومبل او كي تشرب بسكوي هكا هو ماهوش صحي فيها برشا وسعبال، الوقت يتعدى 3 سنين في ساعه يتعدى ومن بعد الصغير يلقى حريته بعد يبدا يلقى راحته متعلم نتهناو عليه باش يعمل لو بون شوا اليمونتيغ. هنا دكتوره حاب نستغل وقت قصير قبل الفاصل باش نخرجوا فاصل، كان تعطينا وصفه نوع ما نسميوها بلوز موا مثاليه للبرودو وخاصه اللي ريحيه وهذاك، شنو اهم الحاجات نجموا نحطهم باش يكون حاجه بنينه وصحيه سيرتو؟ بالنسبه للبرودو اللي يبدا كامل معناتها للصغير اللي فات 9 شهور اللي نجم ياكل من كل شيء، دونك لازم نحطوا حاجه اللي فيها النشويات، دونك باش تكون يا اما بطاطا، روز، مكرونه، معناتها تنجم تكون حمص، الحمص هكا اللي تباع اون بودغ، نجم يكون كسكسي بطبيعه الحال، دونك هذوما الكلهم يعطيو النشويات اللي لازمه، يعطيو الالياف اللي لازمه، معاها هو باش نزيدوا نجموا بين نوعين وثلاثه انواع نتاع خضره، مش لازم نحطوا كل شيء اللي عندنا في الفريجيدير الكل باش نحطوه، السفنيه باهيه برشا على خاطرها حلوه فيها المطعم الحلو، البيت خاف كما قلنا، القاع الاحمر يحبوه ياسر الصغار على خاطر سورتو معناتها يرطب يرطب البرودو، من بعد يجي وقت القناريه اللي ننصح ياسر في وقت القناريه باش الصغار نعطيوهم القناريه، لوبيرجين نجموا الداخليني نتاعها معناتها كيف كيف خاطر الجل القشره نتاعها تحسها بو هكا القشره يابسه شويه كاسحه وينجم الصغير خاطر الصغار ذكيين برشا ينجم يبدا ينحي يفرز معناتها الجلبانه طيبها ما تطيبهاش برشا وقت خليها مده 10 دقائق البطاطا اذا هي البطاطا معناها باش تاخذ ازيد وقت معناها ربع ساعه حطها قبل الوقت والخضره الاخرى خلطها خلوط ما لازمش تطيب برشا ما لازمش تطيب برشا على قيمتها الغذائيه بالضبط ورحيها وهذا شويه كريم فريش اعملها قبل في الاول فون خذ الدجاج نتاعك هكا اعمل مرقه بيضة نتاع مرقه زعره من غير فحات كثروش فحات والملح حلاه والفلفل حلاه حط عود نتاع كلافز معاها حط مع شويه معدنوس واحد السناري يطيب معاها وريقه رند ثوم راس ثوم كيف ما هو من غير ما تدوق دونك هذايا الكل تولي تاخذ ان فون كلير تطيب به اي وهوني نحب نضيف ماذا بينا كميه الماء ما تكونش كبيره باش نجمو كي نرحيو البرودو نرحيو بالماء نتاعو يبقى كيف كريم اي خاطر فما برشا امهات يحطوا برشا كميه كبيره نتاع ماء باش ياخذوا من بعد برودو والماء باش يلوحوه راهو المنفع خرجت في الماء المنفعه وقوتها غادي كفايه دونك هي معناتها فيغ ميزور باش تولي تشوف الكميه اللي لازمه للبرودو باش يطيب وميم طون يحافظ على الماء نتاعو الكل ونرحيوه الكل مع بعضه دونك لهنا نجمو نزيدوا من بعد عظم الابيض والا الاصفر والا زوز نجمو نزيدوا دجاج نجمو نزيدوا لحم انواع البروتيدات الكل منصوح بها للصغار وراهو كيما قال الشيف الكريم فريش مثلا تنجم الام تكون متخوفه منها شويه تقول لك تسمن راهو بالنسبه للكبار
باش الناس يبعدوا على الكريم فريش. بالنسبه للصغار هي صحيه، الزبده كيف كيف، الزيت اذا كان باش نحطوا ماذا بيا زيت زيتونه ولا زيت الكلزة، ما نحطوش الزيت الفيجيتال الاخر اذا كان معنا القدره الشرائيه تسمح سينو شويه زبده معناتها ما يقلقش. عن كل المارغرين وكل المستحضرات الغذائيه المشابهه لها والزيوت المشبعه هذه كلها مشبهه هذيك تعمل السمنه، بينما الاخرى يستحق لها في النمو نتاعك. ما قالت ضيفتنا تري امبورطونت في في النيوتريسيون تاع لي بيبي في ان جينيرال من 3 سنين ديما نحكي من 3 سنين وانت طالع اللي امه كيف تجي تواكلو ماذا بيا ما تبداش تريسي خاطر لوي باس سو ستريس وهو يولي عنده كل غفو هذاك يولي نرفوزي ولا يولي نرفوزي يولي كذا ماذا بيا يا ما تسيبو تعطيه ياكل وحده ولا تعاول معناتها كلي اذا كان ستريسي معناتها اللي سي ديفيتي دو لوي باسي سو ستريس اكزاكتومون هو سيت ان مومون دو كونفيفياليتي توت لا فامي معناتها العائله الكل يلزمها كي بداو قاعدين على الطاوله بداو متفاهدين ستريس لي والعرق لي في كل شيء. بالنسبه للصغير هو قاعد يتعلم معناتها حتى كي باش تعطيه ياكل وحده باش يتعلم هذاك فريمون عنده اموند قاعد يكتشف فيه كي باش يكبر معناتها اي حاجه باش تقريه باش توكله في الدوش نتاعو ديما الام ولا معناتها ولا الماما اللي لاهيه بالصغير كيما قال الاستاذ يلزم تكون هي بيدها معناتها عجبتني الاستاذ الاستاذ طارق هذيك الساعه استاذ طارق دكتوره مريم توكابري اخصائيه في التغذيه شكرا ليك شكرا على الحضور وشكرا على الفائده هذه الكل.